بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرضي تحييكم. هنتكلم عن فيديو بسيط صغير قوي جدا، عبارة عن ميزة لاعب التنس داخل الملعب. أهم ما يميز لاعب التنس داخل الملعب عن غيره إن هو في بقية الألعاب الأخرى هو إنها تفيد أجزاء كثيرة من الجسم. يعني لاعب التنس بيحرك جميع أعضاء جسمه، جميع العضلات، في مهارة الفور، في مهارة الباك، تلاقي الحركة بتحرك جميع أعضاء الجسم. فضلا عن التوافق الذي يتطلب ممارسه اللعبه بين الذهن وكافه عضلات الجسم، تلاقي ذهنه تفكيره يعني مع جسمه، دايما تفكيره مع جسمه، تلاحظ بيفكر لا شمال رايح يمين، تلاقي تفكير مخه يؤدي الى حركات جسمه، يبقى الاثنين متلازمتين مع بعض. اذا ده ما يميز لاعب التنس داخل الملعب. شكرا.